عسلامة ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعي قناتنا. اليوم باش نحكيو على ريهام بن عليا ورملة ذويبي طليقت على الشابي وعلى الشابي وزوجات وعلاقات النسائية ككل. ريهام بن عليا بدأت في الفترة الأخيرة تهبط في دي ستوري على الكونت انستغرام أوفيسيال متاعها وبدأت تاكل فازات متاع نسائها وعليه يصور في برنامج عندي ما نقولك هي تخزر له على غفلة هاي تعمل في شوتينج معاه في البرنامج الجديد اللي مازال ما هبطش هاو بتحوس معاه علي ايضا بدا يهبط في تستوريها وفي الكرهبة حاطة غنيات رومانسية غنيات كاظم الساهر غنيات من انواع ذيكا. هذا الكل زعما حسب رايكم علاش وعلاش في الفترة هذه بالذات؟ العديد من الناس قالوا اللي عليه علاقة غرامية وفي علاقة غرامية مع ريهام بن عليا بعد ما قصها وبعد طلاقه الرسمي من رملة الذويبي. لكن انتم شنو رايكم؟ خاطر العديد اخرين من العباد قالوا اللي لفما علاقة لحتى شيء جست عليه اذاك المساج اللي وصله لهم بتصور امتعوا اما هو ما اعلن حدا حتى شيء ما اعلنش يعني على علاقة رسمية مع ريهام بن عليا وبقى يهبط في تصور كيك وهي ايضا تهبط في تصور مش يهموا العباد ويخلوهم يتحدثوا اللي هما على علاقة غرامية. وهذا الكل حسب رأي العباد باش يوصل ميساج الرملة الذويبي ويخليها تغير من ريهام بن عليا وتبادر هي وتتحرك باش ترجع العلاء الشابي. هذا الكل يبين لنا اللي علاء مازال يحب رملة. هذا بتبيع وجهة نظر نجم تكون صحيحة نجم تكون غالطة ما هي وجهة نظر العديد من الناس حابين نوصلوها لكم. رملة الذويبي أيضا بعد حكاية ريهام وعلى اللي كثرت الأيامات الأخرى والشعارات الكبيرة اللي دارت عليهم وعلى علاقتهم ولا تتهبط هي أيضا رملة يعني في ديستوري في وتلة في توزر رفقة أحد أصدقائها كم كوا تشهر في الوتلة وهي بلبس قصير وأيضا هي قالوا العباد اللي هي تغرف عليه أيضا باش يحرك ويرجع لها. انتوما زعما شنو رايكم؟ زعما الطريقة ذي تنجح يعني طريقة العرايس جدتك اللي يبدأوا مازالوا عبارة سامحوني في الكلمة يبزنسوا بعضهم ويركحوا بعضهم ولا سيء المكتوب وفي بيناتهم؟ هكا نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا.